这是一条让我能触摸祖先的路。या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. Bu gaz kumuru bizge kırsa gelir. I am working in wind farm and as well as for my hometown. I believe very soon I will see the train traveling and I use it in farming. Brand new Asia. Detail y luz. عام 1975 عثر على سفينة قديمة غارقة في مياه شين أن في الجزء الجنوب الغربي لشبه جزيرة كوريا. اكتشف رجال الآثار أكثر من 20,000 قطعة خزفية وأكثر من 2000 قطعة معدنية داخل السفينة الغارقة. وعلى وجه الخصوص فإن النقود البرونزية القديمة البالغة 8 ملايين قطعة وزنها الإجمالي 28 طنا. حفظت هذه النقود البرونزية القديمة في متحف المخلفات الأثرية في مدينة موكبو في كوريا الجنوبية. لقد جاءت من الصين ودفنت في قاع البحر لأكثر من 600 سنة. في يونيو 1323 انطلقت سفينة تجارية لأسرة يوان الملكية من ميناء نينبو الصيني وغرقت في طريقها تحت مياه الإقليم في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة الكورية. عرف الآثاريون من الشرائح الخشبية المنتشلة أن مقصد السفينة لم يكن شبه الجزيرة الكورية وإنما اليابان. النقود البرونزية القديمة تبرهن على الوضع العظيم للتجارة البحرية في شرق آسيا في العصور القديمة بدءا من القرن الرابع عشر الذي غرقت فيه السفينة إلى القرن السادس عشر. كانت النقود البرونزية تستخدم في الصين والمناطق المحيطة على وجه العموم. إن تداول العملة عابرة الحدود يعبر عن مسيرات التبادل بين الدول والأقاليم بواسطة طريق الحرير البحري وطريق الحرير البري. إنها نقود ذهبية وفضية تعرض في متحف سيان لأسرة تانغ الملكية في مدينة سيان في الصين وتنتمي إلى الإمبراطورية البيزنطية وساسانيان قبل العشرات القرون ولا تزال تتلألأ بلمعانها كمعدن نفيس.
كعملة عابرة للحدود وتصفية الحسابات وبواسطة عدد لا يعد ولا يحصى من التجار في غرب آسيا وآسيا الوسطى وعبر المروج والصحارى والجبال والأودية. دخلت هذه النقود الفضية إلى الصين من سواحل البحر المتوسط والجزيرة العربية وهضبة إيران. كراتشي مركز تجاري ومالي في باكستان ومدينة كبيرة يقطنها 20 مليون نسمة. تصل إليها سنويا بضائع صينية ضخمة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات الأمريكية. باستخدام بطاقة اتحاد المصارف الصينية يمكن تصفية الحسابات بسهولة في المحلات التجارية الكبيرة أو في تلك الصغيرة الواقعة في الشوارع. تتطلب التجارة الكبيرة عابرة الحدود تصفية الحسابات بالعملات بصورة أكثر سهولة وبساطة، بينما أصبحت التواصلات المالية المتبادلة باستطاعتها تشجيع التجارة لتكون أكثر ازدهاراً. وبفضل مكانة الصين وتطبيقاتها في نظام التجارة الدولية إلى جانب الانسجام المتواصل بين الاقتصادين الصيني والعالمي، أصبحت العملة الصينية الرمنبي تلعب دورا هاما في أثناء التمويل. أوضحت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك في تقرير لها أن نسبة العملة الصينية الرمنبي المدفوعة من الدول الآسيوية في تجارتها من دون 10% إلى ما بين 10% و50%، منها 6 دول نسبة العملة الصينية الرمنبي المدفوعة منها تزيد على 50%. أصبحت المؤسسات والشركات في الدول المتطورة يساورها الأمل في زيادة استخدام الرمنبي. أوضحت شركة IZP في بياناتها أن المؤسسات والشركات البريطانية تحتل 86%، أما الفيتنامية ف70% والفرنسية 63%. في 20 سنة الماضية ازدادت حصص آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من بين حصص التجارة العالمية، وجاءت أكبر زيادة من آسيا وتحديداً من الصين. كانت نسبة الصين من الصادرات 2.5% بين أحجام التجارة العالمية عام 1993، ولكنها تجاوزت 10% لتصل إلى 10.6% عام 2010. للتغيرات التجارية أثر على تدويل العملة المحلية. إن عمق دولة في دخول التجارة العالمية أو الإقليمية سيقرر الدرجة التي تصل إليها عملتها المقبولة على الصعيد الدولي. من بين العملات المتداولة في سوق المال الأجنبي، فإن العملات العشر الأولى اليوم منها 8 عملات تصدرها الدول المتطورة، وعملتان فقط تنتميان لدولتين ناميتين، الرمنبي الصيني والبيزو المكسيكي. ما زال الدولار الأمريكي أهم عملة دولية حالياً ويقود عمليات الدفع الدولية. إنها العملة الأكثر استخداماً في تصفية الحسابات الدولية، فهي تحتل 44% تقريباً بين جميع الصفقات المعقودة في سوق العملات الأجنبية العالمية. 60% من إجمالي احتياطي العملات الأجنبية في العالم هو من الدولار الأمريكي، وأكثر من نصف القروض والمدخرات عابرة الحدود هي كذلك. في أواخر 60ات القرن الماضي، ومع ازدياد العجز في الدخل الدولي والتصاعد المتواصل للتضخم المالي جراء الحرب الفيتنامية، قررت الولايات المتحدة دفن نظام بريتون للغايات الموشك على الانهيار. في أغسطس عام 1971 أعلنت إدارة نيكسون فجأة عن فصل الدولار الأمريكي عن الذهب، وهكذا أخذ كل من الدولار الأمريكي والذهب في طريق لوحده. بانهيار نظام بريتون للغايات أصبح المجتمع البشري كبقايا له يواجه عالماً غير مستقر. Statement certainly true in the case of Lehman Brothers shares, of which have been down as much as 18%.
في سبتمبر 2008 انهار بنك ليمان براذرز، ما أدى إلى أزمة أمريكية دون المستوى المطلوب، وبالتالي وقعت منطقة اليورو في وضع حرج. في ظل نظام مالي دولي متقلب، انكمشت التسهيلات الائتمانية البنكية وانخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة الربع، وتعرض الاقتصاد العالمي لأشد تقلص بعد الانكماش الشديد عام 1929. There's been a frustration among emerging markets for a long time by the lack of progress with governance reform within the Bretton Woods institutions. So I think we will see China becoming a major stakeholder in the global economy. So it makes sense that we see a new set of institutions emerging 70 years after the creation of Bretton Woods. يرى صندوق النقد الدولي في بحث له أن العملة الصينية من الأرجح أن تظهر وتكون عملة دولية شائعة في الاستخدام. في عام 2015 اعتلت العملة الصينية الرمنبي لتحتل المركز الخامس والمركز السادس بالنسبة لترتيبات العملات المشاركة في الصفقات الدولية. If not becoming a reserve currency, at least I expect that more and more trading will be invoiced in renminbi and settled also in renminbi. So as this happens, if the share of trade settled, invoiced and settled in renminbi increases, there will be also need for financing in renminbi and so on. That's a process which is automatic. تتداول هذه العملة خارج الحدود وأصبحت تستخدم للتسعير وتصفية الحسابات والاحتياطي ومعترف بها دوليا. إن الرمنبي يعمل لتشغيل هذه العملية. إن نظام الدفع عبر الحدود بالعملة الصينية والذي ظل يسعى بنك الشعب الصيني لإنشائه أصبح ساري المفعول، ويعتبر ذلك علامة هامة لتدويل العملة الصينية الرمنبي. The IMF's executive board decided that the renminbi qualified for the SDR basket. في 30 من نوفمبر 2015 أعلن صندوق النقد الدولي رسميا أن العملة الصينية الرمنبي ستنضم إلى سلة حقوق السحب الخاصة في أول أكتوبر عام 2016. حقوق السحب الخاصة تعرف باسم الذهب الورقي، وهي نوع من الممتلكات الإسمية يمكن استخدامه لسداد الديون لصندوق النقد الدولي أو ملء عجز ميزان المدفوعات الدولية بين حكومات الدول الأعضاء. بانضمام الرمنبي فإن قيمة حقوق السحب الخاصة ستحدد من سعر الصرف لسلة العملات لفترة معينة، وتتكون من خمس عملات: الدولار الأمريكي واليورو والرمنبي والين الياباني والجنيه الاسترليني، مما لا شك يؤدي إلى المزيد من تدويل الرمنبي. الخامس عشر من يوليو 2014 عقد رؤساء البريكس اجتماع قمة وأعلنوا عن تأسيس بنك التنمية الجديد للدول الأعضاء، ويقدمون الدعم لتمويل مشروعات البنية التحتية للأسواق الناشئة والدول النامية. خصص بنك التنمية الجديد لدول البريكس صندوقا احتياطيا ب 100 مليار دولار بتمويل صيني 41 مليار دولار، ومن روسيا والبرازيل والهند 18 مليار دولار، بينما تقوم جنوب أفريقيا بتمويل 5 مليارات. هذه الهيئة للإقراض متعدد الأطراف تعد بمثابة مجهودات وتطبيقات مبذولة لملء النواقص الناجمة عن عجز الحوكمة المالية. One Belt One Road is that the idea of supporting a greater China infrastructure projects, which will help nearby countries, whether it's Kazakhstan or other countries, India, Pakistan, those infrastructure projects that allow for more exports from China to the world, more imports from the world to China. أصبحت الصين الآن ذات وزن بالنسبة للأموال وسوق الرساميل. عام 2014 تجاوزت استثمارات الصين المباشرة في الخارج لأول مرة 100 مليار دولار، وهذا الرقم يعادل تقريبا قيمة الاستثمارات الأجنبية في الصين،
وبذلك تحقق التوازن بين الاستثمار الخارجي والداخلي. احتلت الاستثمارات المباشرة من الصين في الخارج المركز الثالث عالميا لسنتين متواصلتين، وتجاوزت قيمتها 660 مليار دولار، ما يبرهن على التغيرات العميقة لمكانة الصين في نظام تقسيم العمل الاقتصادي عالميا، وتحفيزها للتنمية الاقتصادية لسائر الدول الأخرى في الوقت الذي تحقق تنميتها الذاتية. China has always been a recipient of foreign investment, and in fact, foreign direct investment has been for a long time an important part of China's development model. But now China is going to be one of the key investors in the world. But it will start, as I understand it, in the region, in the surrounding areas, and I think it is a very clever, smart idea because we know that. Countries benefit from the prosperity of their neighbors. بدأت الصين دعمها المباشر بأموالها الضخمة. في 8 نوفمبر 2014 عقدت جلسات الحوار لتعزيز شراكة الترابط والتواصل في بكين. ألقى الرئيس الصيني شي جين بين كلمة هامة أعلن فيها عن تخصيص الصين 40 مليار دولار أمريكي لتمويل الإنشاء لصندوق طريق الحرير، استعدادا لتمويل مشروعات البنية التحتية واستثمار الموارد والتعاون الصناعي والمالي وغير ذلك من المشروعات. نهر جيلوم الواقع في شمال باكستان سيحظى بدعم من صندوق طريق الحرير لإنشاء محطة كاروت لتوليد الطاقة الكهرومائية على النهر عند منعطفه الكبير. بلغت الاستثمارات لهذه المحطة 1.65 مليار دولار، وستصبح خامس أكبر محطة من نوعها في باكستان بعد إنهائها، وبذلك يمكن ملء النقص في الكهرباء في هذه الدولة إلى جانب توفير 2000 فرصة عمل. دخلت محطة كاروت لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى أنظار صندوق طريق الحرير، وأصبحت أول دفعة من التمويل منه بعد تقييم متطابق مع المعايير الدولية. تبنى الاستثمار حقوق المساهمين والمقرضين، وشارك صندوق طريق الحرير في المجموعة المالية برئاسة بنك التصدير والاستيراد الصيني لتقديم قروض المشروع. يمكن لصندوق طريق الحرير أن يوفر اختيارات تمويلية من خلال وسائل الاستثمار والتمويل متعددة الأبعاد بالجمع بين حقوق المساهمين وحقوق المقرضين والقروض. كأول دفعة من التمويل، أظهر مشروع محطة كاروت لتوليد الطاقة تفوقا لصندوق الاستثمار والتنمية متوسطة وطويلة الأمد. لبناء المزيد من مشروعات البنية التحتية يحتاج أصحاب المشروعات إلى روافع أكبر لتجنيد المزيد من الأموال. استجابة لذلك انبعثت فكرة استراتيجية جديدة. طرح الرئيس الصيني شي جين بين خلال زيارته لإندونيسيا مبادرة هامة تقضي بضرورة الاستعداد لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
سيكون البنك هيئة مالية للتنمية بين الحكومات، وسيركز قواه على دعم بناء مشروعات البنية التحتية والتشجيع على الترابط والتواصل في منطقة آسيا ومسيرة الوحدة الاقتصادية. And World Bank or Asian Development Bank, they are doing their job and they are expanding the investment project, I guess. But that's not enough to supply enough infrastructure investment. I think Chinese initiative is very good one. حظيت هذه المبادرة باستجابة إيجابية واسعة وتحولت لمبادرة بسرعة إلى التنفيذ العملي. في أكتوبر عام 2014 وقعت الصين والهند وكازاخستان وماليزيا ومنغوليا وغير ذلك من 22 دولة مذكرة حول تحضير إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقرروا إنشاء هذا البنك. مع تنامي الطلب على هذا البنك، تقدمت بريطانيا بطلب رسمي للانضمام في 12 من مارس 2015، وكانت الدولة الغربية الأولى التي تطلب رسميا للانضمام للبنك. بعدها تقدمت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغير ذلك من الاقتصادات الغربية بطلبات الانضمام. وصل عدد الدول المؤسسة للبنك ل 57 دولة، والدول الأعضاء منتشرة في القارات الخمس. And now we are looking forward to the setting up of the AIIB because we think AIIB can play a very major role in providing the financing that is needed. بعد تحضيرات دامت أكثر من 800 يوم، أقيم حفل تشغيل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بكين في 16 من يناير 2016، وهو أول هيئة مالية متعددة الجوانب بادرت الصين لإنشائها. حضر الحفل الرئيس الصيني شي جين بين وألقى كلمة أكد فيها أن مبادرة الصين لإنشاء البنك إنما هي محاولة لتحمل المزيد من الالتزامات الدولية والتشجيع على إكمال وتحسين النظام الاقتصادي الدولي القائم وتوفير منتوجات دولية مشتركة. تم انتخاب الصيني تين لي تشون أول محافظ للبنك.我们已经开始对亚洲地区的国家呢进行投资，今年就是银行开六个月，我们就有四个项目得到了批准。这些项目呢将对亚洲成员国的经济产生积极的效应。我们今年还会准备更多的项目，同时由于我们的成员国不仅仅是亚洲国家，还有比如说非洲国家、拉丁美洲。 中东欧国家，所以只要这些国家的基础设施项目有利于推动亚洲的经济发展，我们同样可以对这些国家提供贷款。从这个意义上来说呢，这不是一个亚洲地区的银行，这是一个全球性的银行。 صندوق طريق الحرير والبنك الآسيوي للاستثمار منصتان للاستثمار ومنفتحتان على العالم. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والهيئات المالية الدولية القائمة تكمل بعضها بعضا، ما يفتح للعالم مجالا أوسع للتنمية. What I've seen from what has been done so far is to create a world-class institution with a strong leadership using all the experience from other international financial institutions. So I think it's a good thing, but we should not create, I think, competing institutions. We should cooperating and institutions that help address the global issues. They are very important global issues, and we need to put our resources together to address them. وافق مجلس إدارة البنك على أربع مشروعات كأول دفعة تنتمي لبنغلاديش وإندونيسيا وباكستان وطاجكستان.
هذا البنك الذي يبلغ رأس ماله المسجل 100 مليار دولار ليس حوضا للرساميل المجمدة، وإنما رافعة ضخمة باستطاعتها تجنيد الاستثمارات المخصصة للبناء. أصبحت مشروعات البنية التحتية التي يحتاج إلى بنائها قادرة على التنفيذ، وإنما يدل ذلك على الابتكار الذكي في الاستثمار والتمويل. This could be not just a new infrastructure put in place, but this should be a new major breakthrough in terms of financial mechanisms, how money could be put in practice to do major change, major impact, which will encompass millions of people and last for decades. النواقص التي تشكو منها المعالجة المالية في تكوينها وما يتبعها من حق الكلام الاحتكاري للمالية جعل المتطلبات المعقولة للاقتصادات الناشئة عاجزة عن التلبية. رفع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نسبة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في حق الكلام، ما ساعد على دفع بناء نظام دولي جديد للمالية والنقد يتحلى بالإنصاف والعدالة والتسامح والانتظام. Today, the governance mechanisms around the World Bank and the IMF have still not convincingly addressed the issue of emerging market participation. The AIIB, therefore, is a very good step in that regard. By creating an institution with a governance structure which has significant emerging market voice and participation, it should allow a better balanced approach to the overall global financial architecture. يركز البنك قواه على دعم بناء المشاريع الجديدة والتشجيع على بناء الترابط والتواصل في منطقة آسيا ومسيرة التكامل الاقتصادي حتى يتبادل التعاون والدعم مع مبادرة الحزام والطريق. سيساعد إنشاء هذا البنك على حل مشكلة نقص الأموال المخصصة للتنمية، ما يشجع على بناء مشروعات البنية التحتية الآسيوية ويساعد في دعم مستقبل آسيا. Et le petit garçon aujourd'hui qui est à l'école à Shanghai ou à Chengdu ou à Shenzhen et qui a 12 ans, il peut se dire que la route de la soie, elle est faite pour lui. Parce que quand il aura 30 ans, il y aura là une infrastructure de développement économique et culturel qui lui appartiendra. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aux enfants qui seront les citoyens de demain avec des grands projets. Et c'est pour ça que cette cause-là, il faut qu'elle soit internationale. من إنشاء صندوق طريق الحرير حتى طرح المبادرة بإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يمكن للعالم كله رؤية الآفاق المشرقة للترابط والتواصل ورؤية الخطوات الثابتة لبناء الحزام والطريق.